اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ناجي، قبل ما انتقل لقصه المنتخب، حسام حسن هينجح مع النادي الاهلي؟ حسام حسن لاعب النادي الاهلي دلوقتي جدا هينجح جدا، لانه النوعيه دي مش موجوده في النادي الاهلي. ايوه، اهم مميزاته هو محطه وهداف الاثنين. يعني يعمل ادوار دفاعيه كويس جدا وتلاقيه فجاه في الصندوق. عنده مميزات المهاجم اللي هو بيشم ريحه الفرصه. فلا انا يعني في الدور الاول 15 ماتش جاب 9 اجوان. انا متوقع له ان هو هيبقى فجوره في النادي الاهلي. فوجئت بالموضوع ده ولا يعني الباشمهندس فرج ده بيقول دايما كابتن خطيب كلمني وقال لي ان انا جاي اخد حسام، خد حسام. هو الباشمهندس فرج بيعمل لمصلحه النادي سموحه طبعا، وكان نادي الزمالك فاتح معاه خط، لكن ما فيش جديه يعني. اوكي، لكن كابتن الخطيب طبعا تربطهم صداقه كبيره جدا، ودي حاجه. ايوه، لكن مصلحه نادي سموحه حاجه تانية.